عسنا مرحبا. توا باش نتعداو للسيكسيون، مش للسيكسيون، احنا مازلنا في السيكسيون الاولانيه في البريزونتاسيون دو لونتربريز، اما باش نتعداو للدوزيام بارتي منها اللي هي رول دو لونتربريز. ونعاود نقول لكم رول الفا اس رول دو لونتربريز. باش ما نطولش عليكم برشا، في الرول دو لونتربريز باش نشوفوا لي دو رول اللي احنا نقراو. L'entreprise joue essentiellement deux rôles. Maintenant, je connais les deux rôles, mais essentiellement, SSM, deux rôles. Le rôle où l'ami, il s'appelle un rôle économique. Je m'en ai un rôle économique ou il a un rôle économique. Mouassa, ou joue d'un économique, ou il nous est maoul à la souhait des biens et des services. Ça a été un rôle où on a fait le marché. باش نبيع برودوي ما يتباعش في تونس، تعود نقعد نستوردوا في البرودوي من الخارج ونستنزفوا العملة الصعبة نولي نصنعوا في تونس. احنا في تونس عندنا مثلا في 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 اسمها في القصرين عندنا برشا هندي وكل، والهندي نعرفوا الضف نتاعو باهي للبشرة، علاش ما نعملش ان برودوي من معناها من المنتوج من الظلف اللي هو موجود اون ابوندونس، كيما عملوا البوبكورن الامريكان. الامريكان عندهم برشا قطانية، القطانية قاعدة مش قاعدة تتباع، معناها قاعدة موجودة بكثرة. قالوا هات خلينا نصنعوا برودوي شعبي يتباع للناس الكل وخلقوا لو بوبكورن. دونك الغول ايكونوميك كيما قاعد يدرا قدامكم، ال اليمونت لونتربريز بتباع لو مارشي اون بيان اي سيرفيس. دونك الشركة تمول تغذي السوق من بيان، كي نقولوا بيان معناها البضائع، والسيرفيس هما الخدمات. الواش فور ساتيسفير لي بيزوان دي كونسوماتور. عندنا دويات نجيبو فيها من الخارج، نعمل لابوراتوار في تونس يصنع الدويات، هذاك علاش تلقى دويات غالية ونفس الدواء نفس المرض يداويه رخيص. علاش؟ خاطر الدواء يتصنع في تونس والاخر يجي من الخارج. زادة Elle constitue un facteur de développement économique. Qui on appelle le développement économique, ou tatawur iqtisadi. Bech, la création de la richesse. Et son al-tharwa. Son al-tharwa, je m'en ai. Ahna fi Tunis, on appelle qu'ils aiment la nechdmo, bech omletna tatawur. Bech shaharina tzit. انا جموش نبقاو قاعدين هكاك ما نخلقوش ثروه ونحبوا نتطوروا، لا، يلزمنا لا كرياسيون دو لا ريشيس. باش نعملوه بالتكوين المؤسسات. في امريكا في العام ينجموا يفلسوا اكثر من 5000 مؤسسه، لكنها ديما واقفه على ساقيها. علاش؟ خاطر عندها برشا مؤسسات. احنا عندنا تروا كومباني ايريان في تونس والا زوز، ويعكزوا في امريكا تجد تلقى 50 60 كومباني ايريان. علاش؟ على خاطر لا، وجود المؤسسه يخلق الثروه وبالطبيعه مواطن شغل انسي دو سويت. والانوفاسيون والتطوير، كي يقولوا الانوفاسيون معناها الخلق الابداع. مالا كي نقولوا رول ايكونوميك دو لونتربريز معناها هو انك تمد تزود، خير كلمه تزود، الاسواق بضائع وبخدمات، وتحاول انها تخلق التنميه الاقتصاديه المستدامه باش بالكرياسيون دو لا ريشيس. توا باش نتعداو للغول سوسيال. شنو هي هالغول سوسيال هذايا؟ الغول سوسيال هو انها توسع لي ريفوني. على شكون؟ الخدامه اللي قلنا تاع لا كرياسيون دو لومبلوا، اي كي تخلق مواطن شغل يمد باش تعطيهم شركه باش يخدموا راحهم الوالدين هما. دونك لا ديستريبيسيون دي ريفوني لشكون؟ للخدام ياخذ سالير. اي والدوله اش تاخذ؟ تاخذ لي زامبو. الدوله باش علاش تفرح كي تكونوا مؤسسات؟ خاطر كي تربح المؤسسات باش تدفعوا لها الاداءات نتاعها. اي والمستثمرين شنو ياخذوا؟ ياخذوا لي ديفيدوند. شنو نجم نقول اخر لهنا؟ لي روتريتي اش ياخذوا؟ ياخذوا لي بونسيون. وكي نحلوا شركات، ما هو انا عندي عقار ولا عندي غيره باش نكريه باش تعملوا مثلا مجازان خاطرني في سونتر فيل ولا غيره. دونك المؤسسه باش تعطي كراوات اللي تسمى ريفوني لوكاتيف. هذوما الكل يتسموا رول سوسيال دو لونتربريز. الحوصله توا قبل ما ندخل لاكتيفيتي خفافي باش نفهموا بها، الشركة عندها دو رول، رول ايكونوميك رول سوسيال. الرول ايكونوميك ركزوا لي مليح على فازة انه يزود السوق بالبضائع والخدمات اللي يحتاجها المستهلك. والرول سوسيال شنو هي؟ انها تلبي احتياجات، معناها
احتياجات، مش احتياجات سوق، اما احتياجات الاجتماعيه نتاع العمال، هي اللي تعمل لا ستابيليتي دو لومبلوا. كي نقولوا ستابيليتي دو لومبلوا هو حاجه ستابل، حاجه دائمه، حاجه ثابته نتاع المهن ومواطن الشغل. ال ديستريبيو، وهذه اهم حاجه، توزع لي ريفونو، العائدات. اعطيتكم اكزامبل هنا دو ترافاي بالنسبه للسالير، دو كابيتال راس المال بالنسبه للديفيدوند، ولامبو بالنسبه للاتا. وتو نشوفوا في اكزرسيس كيفاش غدوه ينجم تخدم دوارك. نتقابلوا في فيديو الثاني باش تفهموا بيه هالرول ايكونوميك ورول سوسيال للانتربريز.